أهلا بكم من جديد. في الشأن السوري قتل 250 شخصا وأصيب مئات آخرون في قصف على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك نددت الأمم المتحدة بتعرض 6 مستشفيات للقصف في الغوطة خلال يومين، ما أدى إلى إخراج 3 منها من الخدمة. أكبر عدد من القتلى يسقط في يومين منذ هجوم كيميائي وقع في 2013 أودى بحياة المئات، حصيلة مرعبة بلغت 250 قتيلا على الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد قصف وحشي من قبل نظام الأسد على المنطقة المحاصرة. وفي ردود الفعل الدولية تجاه تلك المجزرة، أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد هجمات نظام الأسد وحلفائه على الغوطة الشرقية، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن وقف العنف يجب أن يبدأ الآن، منتقدة ما وصفته بسياسة الحصار والتجويع التي يمارسها نظام بشار الأسد. من جهته صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الوضع في سوريا يتدهور بشكل ملحوظ، محذرا من أنه إذا لم يطرأ عنصر جديد فإننا نتجه نحو فاجعة إنسانية. وفي تطور لافت، نددت الأمم المتحدة بتعرض 6 مستشفيات للقصف في الغوطة الشرقية خلال يومين، ما أدى إلى إخراج 3 منها من الخدمة نهائيا، معتبرة أن أي اعتداء متعمد ضد مراكز طبية قد يرقى إلى جريمة حرب. وكانت تلك المستشفيات توفر كل شهر ما معدله 10,000 استشارة طبية و1200 عملية جراحية معقدة و120 حالة ولادة ومعالجة 550 إصابة. وأشار مسؤول أممي إلى أن قرابة نصف المرافق الطبية في سوريا مغلقة الآن أو تعمل جزئيا فقط، ويفتقر الملايين من السوريين إلى الرعاية الصحية نتيجة لذلك. وتابع المسؤول الأممي أنه من المؤسف أن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني أصبحت اليوم سمة مميزة للصراع في سوريا. هذا وتحولت الغوطة الشرقية إلى منطقة منكوبة إثر تعرضها لقصف جوي ومدفعي عنيفين من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه.